فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الخطيب يسلم سلامين، سلام عند دخوله وسلام بعد صعوده؟ يقولون ثلاثة، يسلم ثلاث مرات، يسلم إذا دخل مع الباب على الموالين له، ويسلم إذا وصل إلى محل المنبر، اللي عند المنبر يسلم عليهم، ويسلم إذا صعد. نعم، وعد بيضره إذا سلم، زيادة خير. نعم.